بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده. وعرب جلالته في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه الجزائر الديمقراطيه الشعبيه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. مشيدا جلالته في هذه المناسبه بالعلاقات الاخويه الوطيده التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ورسوخ.